ازيكم يا حلوين؟ النهارده هناخد الجزء الثالث سيكشن 2 في الريفيجن في السمر كورس على ريفيجن الانجليش. الكورس ده لسنه اولى وثانيه وثالثه، يا رب يكون مفيد ليكم ان شاء الله، وممكن كمان اللي لسه رايح رابعه ياخده علشان يراجع على الجرامر كله. يلا بينا يلا بينا. هناخد فيرب تو بي، وفيرب تو بي يعني بكون او يكون. لو انا بتكلم عن نفسي هنقول اي يام، يعني انا اكون، واختصارها اي يام، عارفين الاختصارات طبعا. لما نيجي ننفيها يبقى اي يام نوت او اي يام نوت بالاختصار. لما نيجي نسال بنقول ام اي، بنعكسهم تمام. دي بتيجي مكان دي وتيجي دي مكان دي. هي بياخد از وشي بتاخد از وات بتاخد از. يبقى هي وشي وات بياخدوا از، هي وشي وات بياخدوا از، يو ووي وذي بياخدوا ار. امتى بنستخدم ات؟ للي غير عاقل زي الحيوانات والديسك مثلا، الحاجات اللي غير متحركه، الحاجات الحيه العاقله او الغير عاقله. يعني ايه عاقل او غير عاقل؟ يعني الحاجه اللي مش بني ادم. لكن لما يبقى بني ادم بنقول له للولد هي والبنت شي. لما يبقى كتير بنقول لهم يو، يعني من اول اتنين بنقول لهم يو. طب لما يبقوا وي يعني نحن، ذي كلهم كتير، هما ذي ار هما بيكونوا، هما بيكونوا، انتوا يو انتوا تكونوا، انتوا تكونوا، نحن وي نكون، نحن كلنا نكون، ذي هما يكونوا، هي تكون، هي برضو او هو يكون لو غير العاقل زي الدوج، حاجة بتعبر عن دوج او الكات او إليفانت او اي حيوان او اي جماد زي الكرسي، التشير، التيبل، الباج، بنعبر عنها بقيت اي. انا بتكلم عن نفسي. طيب هنيجي ننفيها هنقول هي از هتبقى هي ازنت، شي از هتبقى شي ازنت، ات از هتبقى ات ازنت، يو ار هتبقى يو ارنت، we are هتبقى we aren't او are not، they are not. والاختصارات بتاعها معروفة، النوت بنحط الابوستروف عليها او مكان الاو. طيب في السؤال هنحط I am، is he، is she، is it، are you، are we، are they. بنقلب ونعمل عكس زي ما قلت لكم هنا في اول الكلمات. طبعا ده نظري، في العملي هتفهموا اكتر. هنا بيقول لي complete the following sentence using am أو is أو are، ودول اسمهم verb to be. am بتاخد I، وهي وشي وات بياخدوا is، ويو بتاخد are، ووي وذي. تمام. هنعرف بقى دلوقتي ايه الحوار. it ده ولا ده قرد، يعني حيوان يعني غير عاقل، يبقى it ها it بتاخد is، يبقى it is funny. you a boy، يبقى you بتاخد you are a boy، you are ها you are ولا ايه؟ فكروا معايا، واللي هيقول هو اللي شاطر. هتبقى you are ولا you is؟ انا بلخبطكم، ها فكروا علشان تبقوا مركزين. طبعا هتبقى you are a boy. ليه؟ لان اليو بتاخد ار، اليو بتاخد ار، وانا كاتبها لكم هنا كمان اهو، يو وذي ووي بياخدوا ار. دايما اليو اللي بتتلخبطوا فيها، يو وذي ووي بتاخد ار، لان اليو جمع او بتعامل معاملات الجمع. حتى لو بيعبر عن هو ولد، يو انت، انت تكون، انت تكون، يبقى مش يو از، يو ار. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. they كتيره همت، they بتاخد ار، they are animals. تمام. تعالوا نشوف هنا الدكتور، يبقى اي ايه دكتور، اي ام بتاخد ام، كتبنا هنا اي، كتبنا هنا اي، اي بتاخد ام، هي وشي و ات بياخدوا از، يو ووي وذي بياخدوا ار. تمام.
تعالوا نشوف. she is a girl. we are happy. we are happy. verb to be يعني أنا بكون، أنا بكون فرحان. he is farmer. he is a farmer. they are. it بتاخد. he وshe وit بياخدوا. is he is a book. تمام تمام. اللي بعده she my sister. she is I am. you are girls. you بتبقى اتنين او تلاتة او انت. تمام تمام. they babies. they are عشان كتير. ها he is. we are friends. تعالوا بيقول لي برضو هنعبر بام واز وار، بس هنشوف الكلمات دي هتبقى ازاي. complete the following sentence. اول حاجه these دول كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى these are ها here. these are here toys. those برضو كتير. يبقى those are. تمام تمام. it a bird. يبقى ايه it؟ يبقى وده سؤال، يبقى ايه؟ هنعكسها. يبقى it بتاخد is. يبقى is it واول letter capital علشان ده سؤال. is it a bird؟ هل ده طائر؟ number four هناخد ها our school a big building. our school دي school. يبقى it بتعبر عنها ب it. يبقى school ال it بتاخد is. يبقى our school is a big building. it بتاخد is. it is time to go to school. she is at school now. what this كتير. what ها فكروا. what لما يبقى كتير يبقى what are طيب there is ولا are ها فكروا. there is ليه مش are؟ علشان a rapper on the disc. يبقى بتعبر عن حاجة واحدة، بتعبر عن حاجة واحدة. الايه؟ انا لخبطتكو علشان تشوفوا فايقين ولا مش فايقين. الفرق بين زيس فين؟ كانت الجملة اللي قبلها اهو زوس وزيس، ودي there. تمام. دول للجمع وده للزير للمفرد. there is a rubber on the disc. تمام. طيب we كتير. we are. there تاني مفرد. some oranges on the oranges ها oranges. يبقى are. تمام. هنشوف هنا بتعبر عن حاجة واحدة يبقى is، وهنا بتعبر عن some oranges يبقى are. عماد and أمير يبقى ايه؟ اتنين. كتير جمع يبقى are. ها صح are برافو. يبقى عماد and عمرو are clever boy شجعان. change sentence ماشي into negative يعني هنعملها في النفي. رامي is good at English. يبقى رامي isn't good at English. هنعمل دي في النط. is not. this is an apple. this is not an apple. this is not an apple. this is
not an apple. تمام؟ يبقى this is not اهو الاختصار an apple ونحط خط تحتها علشان نعرف الفرق. طيب they are brother هم اخوات يبقى they are not brother. تمام ونحط الدوت. my bike is not new مش جديدة. تمام تعالوا نشوف اللي بعده. I am good at Arabic يبقى I am not I am not good in Arabic. تمام at Arabic ونحط الدوت. Saturday is a holiday يبقى Saturday is not أو isn't a holiday ونحط الدوت. My sister is not isn't أو is not يا كومة هي الأو. تمام isn't a tall ونكمل الجملة ونحط دوت. We are not are هتبقى aren't at home now ونحط الدوت. It أول letter capital it is not ها ممكن أحطها not وممكن أحطها is not كده يا كده يا كده يبقى بالأو أو بالأبوستروف. It isn't my toy ونحط الدوت. ها those are not bird. تمام تمام تعالوا نشوف السكشن اللي بعده أو السؤال اللي بعده. Change this sentence into question هنخليه سؤال ونركز بقى في موضوع السؤال ده علشان هنعمل العكس. تمام يبقى أحمد is يبقى is أحمد. My pants يبقى my pants are يبقى are pants. It's 7 years old هنقولها بالسؤال. Are you يبقى you are هتبقى are you. تمام our school is يبقى is school is هتيجي الأول. تمام تمام تعالوا نشوف الإجابة على طول. أحمد is a storekeeper. is أحمد a storekeeper ونكمل الجملة زي ما هي. تمام تعالوا نشوف كده مع بعض. يبقى number two my pants are black البنطلون البناطيل بتاعتي سودا يبقى are ها تبقى ايه are your pants. my هتتحول your pants black ونحط الكويتشن مارك. ها اللي بعده انا قاعد اقول الار شكلها غريب. يبقى are your my هتتحول your are your pants black. I am 7 years old يبقى يبقى ايه are you 7 years old are you 7 years old ونحط الكويتشن مارك برضو الاي هتتحول ليو ويو بتاخد ار. تمام مش هتبقى از ولا ام يبقى ار يو. طيب يو ار ان جريد 2
تمام، يبقى are you angry too او am I angry too؟ يا كده كده هناخدها are you in grade 2 ونحط الكويتشن مارك. Our school is big، تبقى is your school big؟ is هتتحط الأول، is our هتبقى your school big، هل مدرستك كبيرة؟ is your school big؟ these are هتبقى are these طيب فين؟ these are nice toy، يبقى are these nice toy، هل دي ألعاب كويسة؟ تمام؟ طيب اللي بعده number 7، مركزين معايا فاهمين معايا، يا رب تبقوا فاهمين وتبقى المعلومة واصلة لكم. يبقى بيقول لي you are at home now، يبقى ها you هتتحول I و are هتتحول تبقى ايه؟ لما ال I بقى ال I هتاخد ايه؟ ال I هتاخد am، يبقى في اول السؤال هتبقى am I at home now او are you at home now، am I at home now، ليها طريقتين، يا اما اليو هتتحول I والI بتاخد am والام هتتعكس يبقى am I او are you at home now، العادية خالص هنعكس ال R الأول. There is a pen on the desk، يبقى there is a pen on the desk، هو حاطط اهي there is، يبقى is there a pen on the desk question mark. I am good at math. Am I ها صح كده ولا ايه؟ am I a good at math؟ بسأل نفسي او بسأل حد او بسأل التيتشر بتاعتي هل انا كويس في الماث، او are you good at math؟ Are you good at math؟ وهنحط ال question mark، وهنا ال I بتتحول ل U وال U بتاخد R، ال I هتتحول ل U وال U بتاخد R، وفي العكس يبقى are you. تمام؟ طيب that's my father، يبقى ايه؟ is that your my هتبقى your father، هل ده باباك؟ خلي بالكو من الضماير دي وعكسها، my هتبقى your. تمام؟ number 5 choose the correct words in practice. What ايه they doing؟ they كتير هتاخد are، برافو. it is eating green leaves. I am they are they ده سؤال علشان في هنا question mark. she is going to school. the boy is boy واحد، يبقى he بنعبر عنه بهي، يبقى he is. am ولا is they are they وده question. تمام سهلة. طيب ايه running is يبقى مفرد، ايه هنا اللي مفرد they لأ we لأ، يبقى it
It is running. Grandpa, grandpa is. صح؟ We are. She is. You. في السؤال هتبقى are عشان ده سؤال. يبقى are you. Is he coming to competition؟ جت المسابقة. Yes he. Yes بتاخد. Yes he. Is. Yes he. Is. تمام. ليه is؟ علشان السؤال بادئ بإز، وعشان احنا بناخد verb to be. لكن لو في أسئلة تانية بدأ بدو أو does هناخدها بعدين، هيبقى ايه؟ هنشوف السؤال بادئ بإيه. السؤال بادئ بverb to be، يبقى yes بتاعتها yes he is أو no he isn't. تمام. Are they carrying flower؟ Yes they. Yes they are. عشان ده إثبات وإثبات، ما ينفعش نقول aren't. إمتى نقول aren't؟ لو قلنا no they aren't. تمام. طيب are you eating sweets؟ Are you. Yes I. Yes I am. Yes I am. إمتى نحط am not؟ لما نقول no. Do ينفع؟ لا. ليه؟ لأن هي verb to be في الأول. Verb to be. Are verb to be. يبقى الآي بتاخد am. تمام؟ وال you هتتحول I. والآي بتاخد am في verb to be. تمام؟ طيب ها are reading. Are reading يبقى كتير. Are. يبقى مين اللي بياخد كتير؟ they. she مفرد وهي مفرد واحد بس. طيب are am is you. you كتير. you كتير. يبقى are you ده سؤال اهو. are you. Amy and Sam اتنين. يبقى are اتنين يبقى كتير. يبقى بيعبر عنها بيو. يبقى ايه؟ are او they are. تمام. your garden it بتاخد is. fantastic. تمام. your garden هنعبر عنها بحاجة غير عاقلي بقى it is. تمام. تمام. اللي بعده is she carrying an umbrella. شايلة umbrella أو ماسكة umbrella. no she isn't. ليه؟ لأن السؤال بverb to be. is يبقى isn't ودي نفي. تمام. يبقى isn't مش is ولا are. طيب he is washing carrot. بيغسل الكاروت. ها carrots. يبقى he is. is بتيجي مع مين؟ مع المفرد. المفرد اللي هو مين هنا؟ يبقى he. we لأ وthey لأ. تمام. مين اللي بياخد is؟ he. The children ايه in playground. children بنعبر عنهم بايه children كتير. يبقى ايه؟ they are. تمام. تمام. خلي بالكم النقطة دي ممكن تغلطوا فيها. children دول اصلا الكلمة نفسها جمع. تمام. تمام. تعالوا نشوف اللي بعد كده. رقم 23 أو 23. These my dolls. dolls جمع يبقى these are. that a bike. مفرد يبقى that is مش are ولا am. ام بتاخد اي وار بيبقى جمع مش هنحط في اولها دي بتعبر عن المفرد. هي بايك واحده بس ودولز هنا كتير عشان كده خدنا ار. ذوس بريتي فلاورز جمع يبقى ذوس ار جمع. ذس ا بيج تشير حاجه مفرد يبقى ذس از ا بيج تشير يعني كانها ات از ا بيج تشير او ايه نعبر عنها عشان هي غير عاقل يبقى it is. it بتاخد is. they he you is sitting ها
عاقل ومفرد وقاعد، يبقى ايه؟ يبقى هي ما ينفعش، هو حاجة واحدة از مفرد، ما ينفعش يو ولا ينفع ذي. ايه ار؟ ار بتاخد، ار بتاخد، بتاخد وي، بتاخد شي، بتاخد هي، هي وشي بياخدوا از، هي وشي بياخدوا الاتنين دول بياخدوا از، يبقى وي ار. اي ام مفيش غيرها بتاخد ام. مفيش غيرها بياخد اي. اي ام. وات يور نيم؟ وات از يور نيم؟ يور نيم، وات از يور نيم؟ مينفعش نقول وات ام ولا وات ار. وات كولر هيز ايز؟ وات كولر هيز ايز هتبقى ايه؟ ها فكروا كويس، فكروا كويس، هسيبكم تفكروا في دي ثانيتين. ها ار ليه؟ لان ايز ار اتنين يعني جمع، يبقوا هتبقى تعبر عنهم بحاجتين، يبقى ار هير بلاوز بيربل، هير بلاوز ها از. هيز سوكس الشرابات جمع ار اورنج، عشان السوكس، السوكس ايه؟ الشراب، بيعبر عن حاجه جمع، يبقى السوكس ايه؟ ار. وات كولر هيز فيس؟ وات كولر از هيز فيس؟ از از تمام. هيز بانس بنطلونه، بنطلوناته جمع ار بلاك. هير شوز جمع بتاخد ار. تمام تمام. شوف اللي بعده 37. وات ايه تامر دوينج؟ وات تامر هياخد؟ وات از تامر؟ تامر واحد بس يعني هي. طيب وات يو دو؟ يو بتاخد ار. شي از دروينج مش وي، شي از ما ينفعش اي، اي بتاخد ام، وي بتاخد ار. ذي ار، ذي ار ليه؟ لان هي وشي بياخدوا از، الاتنين دول بياخدوا از، هي وشي بياخدوا از، ذي ووي بياخدوا ار. ويو وات ار يو دوينج؟ وات ار في ار ار، او وات are they doing؟ they هو هنا اللي they، يبقى مش you هتبقى ايه؟ هتبقى they. تمام تمام كده. نركز لو في إجابة زي ما حصل معايا دلوقتي، في إجابة عن السؤال في الناحية التانية، what are they doing؟ يبقى they are running، يبقى what are they doing؟ what he doing؟ he بياخد is، what is he doing؟ what that؟ what is that؟ ينفع نقول what am that؟ لا، what is that؟ ايه دوت؟ تمام تمام. اللي بعده how old is؟ how old is she؟ لان هي اللي بتاخد is، وهي ما بتاخدش is ولا I. ها the horses sleeping، horses يبقى it لغير العاقل، و it بتاخد، لا دي جمع، يبقى ها they ماشي. هتاخد r عشان جمع، تمام، جمع غير عاقل بمعنى it وكتير، يبقى بتاخد ار. طيب يبقى ار the horses sleeping ينفع ام؟ لا، ام دي بتاخد اي، واز بتاخد هي وشي للمفرد، وات برضو للمفرد، لكن للجمع بناخد ار عشان دي horses. how many dolls كتير ار زير زي اللي فوق.
These new chairs. غير العاقل كتير يبقى are these. Hair شعرها black. Hair ها 48 يبقى hair ايه. Is شعرها بنت بتعبر عنها بشي شي. تمام. طيب are tired يبقى are بتاخد I بتاخد he بتاخد we. برافو. you thirsty you بتاخد are يبقى are you thirsty انت عطشان. are hot بتاخد they are لا بتاخد he ولا بتاخد I. طيب اللي بعده he said he is happy يبقى قبليها نفي هو مش زعلان هو فرحان هو ايه مش زعلان يبقى he isn't sad he is happy عشان في هنا is. تمام سهلة والله سهلة ان شاء الله وهنكرر تاني مع بعض اللي مش فاهم حاجة واللي مش فاهم حاجة يقول لي ويعرفني في الكومنتات هسيب لكم الكومنتات مفتوحة علشان اللي حابب يحل البراكتس دي لوحده يحلها تاني واللي مش عارف برضو ممكن نصور صورة بالموبايل على البراكتس ونحلها لوحدينا ونشوف هنغلط في ايه ونعلم عليهم ونراجع ونناقش نفسنا بصوت عالي احنا نستخدم امتى ايه وامتى ايه. احنا خلصنا 52 ما شاء الله choices واختيارات وحاجات كتيرة وان شاء الله هنبقى قويين جدا في verb to be في جميع اشكاله نفي وايه واثبات وسؤال وكله. are angry are you ولا are you she لا وهي لا. طيب اللي بعده ناقص لنا حبة صغنطتين خالص لغاية 70 تمام يعني خلصنا اكتر من اللي لسنا. طيب ها معلش هم اسئله كتيره بس فيهم الخلاصه يعني فيهم فيرب تو بي بجميع اشكاله ما نتضايقش قسموا الفيديو لو حاسينه كتير عليكم قسموه حبه وحبه قربنا نخلص بعض التشويسز دي حاجه بسيطه ونخلص الفيديو. ها هانجري يبقى they are hungry ولا are they hungry ولا we are hungry وهو سؤال يبقى ايه. ها ركزوا هسيبكم ثانيتين تفكروا يبقى are they hungry are they لان سؤال والسؤال بيبدا بايه بار وهم زي hungry ما ينفعش we are لان ده ما ينفعش نبدا بالسؤال وي ما ينفعش نبدا بيها سؤال ولا زي ينفع نبدا بيها سؤال دي جمله خبريه مش سؤال. طيب يبقى ايه يبقى are you لا you are ايوه are we لا لان ده برضو سؤال وده سؤال يبقى you are happy too ده سؤال يبقى اوله are يبقى are you ولا are they thirsty yes they فيها they تبقى يبقى ايه are you ولا are they thirsty yes they are حطينا they هنا وحطينا are عشان ده سؤال ماشي يبقى are they عشان دي زي اللي بعده جملة خبرية يبقى ما ينفعش are وما ينفعش are هيبقى they are good tennis twins يعني توأم. no she isn't ما ينفعش are ولا نفي ونفي no فيها نفي. is scared is you scared او is is you لا are you يبقى is he scared برافو we و you بياخدوا are دول الاتنين بياخدوا are. طيب is he هنشوف ده سؤال لا مش سؤال يبقى ما ينفعش ده وما ينفعش ده يبقى he is wearing a red skirt we ده سؤال لا. طيب we are watching a video. طيب اللي بعده her jeans blue
blue her jeans am ولا isn't ولا aren't blue her jeans هيبقى ايه؟ aren't aren't برافو برافو ليه؟ لان جينز البناطيل بتاعته الجينز ايه؟ aren't تمام؟ طيب wearing black trousers تمام؟ يبقى ده مش سؤال يبقى ايه؟ يبقى ايام ولا دي لأ ده سؤال وده سؤال يبقى ايام wearing انا لابس black trousers. طيب he is my brother he my cousin لما هو اخويا يبقى he isn't صح يبقى he isn't my cousin صح كده هو اخويا مش ابن خالي او ابن عمي صح صح تمام اللي بعده رقم 65 these pizzas pizza جمع are small are small تمام تمام عشان جمع what are you ولا am I ولا are you you are ولا are you wearing what are you ولا what you are فكروا ثانيتين what are you what are you what are you wearing what are you wearing اللي بعده drinking milk ده جملة خبرية يبقى مش هينفع دي ومش هتنفع دي علشان مش عشان بتبدأ بإز يبقى he is drinking milk the rabbit the rabbit واحد the rabbit واحد eating carrots يبقى the rabbit بتعبر عنها بإت إت إز the rabbit is eating carrot they كتير happy they are sad يبقى هم زعلانين ودي عكسها تبقى they aren't they aren't يا سنة ايه يا سنة تالتة او سنة تانية اللي متابعين معايا او سنة اولى عايزين نبقى شاطرين جدا في verb to be في جميع اشكاله تمام they aren't هشام an astronaut he is a بابل تمام هشام is عشان بتاخد is هشام بتعبر عنها بهي هو تمام طيب تعالوا نشوف سوري هنا في بوبل يعني لسه تلميذ يبقى هو مش أسترونوت سوري غلطت فيها انا ايه ما كملتش الجمله يبقى نخلي بالنا نفهم معنى الكلام لما يبقى فيه هنا ايه باقي للجمله يبقى ايه يبقى هشام isn't مش هتبقى is هي isn't لو كانت لغايه هنا بس يعني من غير الجزئيه دي لو من غير الجزئيه دي هنقول ايه يبقى هشام is an astronaut هو يعني بيشتغل في الفضاء او رجل فضاء لكن هو هنا لسه تلميذ هي is a بوبل يعني لسه تلميذ صغير يعني بيدرس زينا يبقى هي isn't an astronaut تمام تعالوا نشوف نمبر 6 ودي اخر حاجه look at the picture and answer the question are you short على الولد ده هو short يبقى ايه no comma I am not ليه no علشانه طويل تمام اللي بعده is it sunny لا فيها سحب يبقى no comma is not او isn't تمام no isn't no في it يبقى no it isn't no it isn't حط ال it هنا بخط صغنطوط no it isn't تمام no it isn't is it gray yes وبعدين كوما yes it is ايوه هو gray is she tall البنت الصغنونة دي والقصيرة دي يبقى لا يبقى no كوما she is
not أو isn't. No, she isn't. تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعده. Is Dina drinking؟ لا هي بتاكل، يبقى no كما she is not. تمام؟ اللي بعده is he old؟ راجل عجوز، يبقى yes كما he is، ونحط الدوت. Are you playing؟ Yes I am. تمام، yes I am أو yes he is. تمام، you أو am أو a أو I. Are the birds eating؟ بيأكلوا؟ لا بيغنوا، يبقى no they aren't. Are not aren't. تمام تمام، شوف اللي بعده. Is it orange and green؟ Orange and green. No مفيش green، هو في orange بس orange and black، يبقى no it isn't. It is not. Is the black and white؟ Yes كما yes كما it is. Yes it is. نحط الدوت. تمام، نحط ال oil it سوري هنا هنحطها سموث. نركز في الحاجات الصغيرة دي علشان اي هنا تبقى ايه مع العاقل بس. طيب is he talking taking photo؟ هو بياخد صور، يبقى yes he is dot. Are you young؟ No she aren't أو are not أو no I am not. No I am not. يا إما كده يا إما كده. تمام تمام، وبكده إن شاء الله هناخد مع بعض المرة الجاية have و has، وخلصنا. وكان يوم أو فيديو طويل شوية، بس إن شاء الله تبقوا ممتازين في verb to be. استنوني المرة الجاية. مع السلامة. تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم باقي الفيديوهات. مع السلامة.